الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وقفت بك عزيزي الطالب على مفهوم القدر والعلاقة بينه وبين القضاء، ثم وقفت بك على أصل القضاء، والآن أسأل سؤالا: ما موقف أهل السنة والجماعة من القضاء والقدر؟ وهل سلم لهم رأيهم أم كان هناك مناوئون ومعارضون؟ نعم، هنا ستقف معي عزيزي الطالب على هذا الدرس، الدرس الثاني، رأي أهل السنة والجماعة في مسألة القدر ومناقشة مخالفيهم. إن أهل السنة والجماعة قد كان لهم من مسألة القدر موقف، حيث وضحوها كما جاء في القرآن والسنة ودللوا عليها وأثبتوها. ثم إن المخالفين الذين عارضوا نقف في هذه اللحظات على موقفهم. أما عن عناصر هذا الدرس الذي يوضح لنا موقف أهل السنة والجماعة، فإن عناصره تكون على النحو التالي: رأي أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، كذلك نثبت أدلة أهل السنة والجماعة من القرآن على رأيهم في القدر، وأخيرا نختم بموقف أهل السنة والجماعة وأدلتهم على رأيهم في القدر من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن رأي أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، فإنهم يرون أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله سبحانه هو الخالق لأفعال العباد، وهذا ما أكدته آيات القرآن: إن كل شيء خلقناه بقدر. انظر عزيزي الطالب إلى قوله تبارك وتعالى: خلقناه. هنا نسب الحق تبارك وتعالى الخلق إليه، ولا ينبغي ولا يمكن لأحد من خلقه أن يخلق خلقه. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إن تقدير الأشياء وفق مراد الله ولا يتيسر لأحد من خلقه، ولذلك يؤكد أهل السنة والجماعة على أن المقصود بالقضاء والقدر أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل أفعال العباد، وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه، ولكنه لا يرضاه له ولا يحبه أن يصدر منه، فيشاءه كونا، أي أنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله، ولكنه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، حيث زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، بمعنى أن الكافر هو الذي أوجد الكفر، وهذا خطأ بواح. فروا إلى هذا لئلا يقول شاء الكفر من الكافر، أي الله، وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فوقعوا في خطأ عقدي فادح. إنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. إنه يلزم على قولهم، أي على أن العبد هو الخالق لكفره ولكن الكافر شاء الكفر، هذا ما ورد في قولهم، وقعوا في ملزمة خطيرة، حيث يلزم من قولهم أن مشيئة الكافر قد غلبت مشيئة الله تعالى، وحاش لله أن يكون كذلك، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله، وهذا أمر خطير وواضح الخطورة، وهذا من أقبح الاعتقادات، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل القرآني والدليل النبوي. بهذا نكون قد وقفنا على بيان موقف أهل السنة الذي يتلخص في أنهم يرون أن الله هو الخالق للأفعال كلها، وأنه لا مشيئة في ملكه إلا ما أرادها، ولا يمكن لعبد أن يقوم بشيء إلا بمراد الله. أما قول المخالفين فإنهم أرادوا أن يفروا من نسبة الكفر أو إرادة الكفر من الله عز وجل لعبده، فوقعوا في إثبات الكفر للعبد على أنه هو الخالق فعلا، وهذا مخالف للاعتقاد الصحيح في مسألة القدر. أما أدلة أهل السنة والجماعة من القرآن على القدر فهي كثيرة، والقرآن الكريم قد اشتمل على آيات عديدة تبرز أهمية القضاء والقدر، فمنها قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني
ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه تؤكد على أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لجميع الأشياء. وقوله تبارك وتعالى أيضا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إن الله تبارك وتعالى أكد على أن كل ما في الكون بقدره. وأيضا تأتي هذه الآية صريحة في هذا المعنى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. انظر إلى كلمة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا يمكن لعبد أن يشاء شيئا إلا بمراد الله عز وجل. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، ويؤكد القرآن على انفراد الله تبارك وتعالى بالمشيئة، ولا يمكن لمخلوق أن يخلق شيئا إلا بمراد الله. كذلك أعزائي الطلاب، ننطلق بك إلى الأدلة النبوية أو ما جاء في السنة مما يؤكد على رأي أهل السنة والجماعة في القدر، ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا الحديث أعزائي الطلاب يقف بنا على واقعنا المعيش، ذلك أن المرء إن أصابه ضر ربما هرع بأصوات وبكلمات فيها كفر بواح، لكن الإنسان ينبغي أن يسند الأشياء إلى الله، وهكذا تتم له صورة الإيمان الحقيقي في قلبه عندما ينسب الأشياء إلى الله ويعتقد أن كل ما في الكون بأمر الله. إن أصابه شيء فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكان كذا، ولكن إياكم ولو. فهكذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى: قدر الله وما شاء فعل، أي لا يقع في ملك الله إلا ما أراد، وهو الخالق لأفعال العباد. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزل قوله تبارك وتعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآية تؤكد على أن كل مخلوق في الكون هو بقدر الله عز وجل وقضائه، ولا يثبت شيء في ملك الله إلا ما أراد. وبهذه الأدلة يثبت علم الله تعالى الكامل بكل مخلوق أذن وأبدا، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة من السلف والخلف رضي الله عن الجميع.